عن تعرف يعني الأجواء خاصة معسكر إسبانيا، إنه هاي الأجواء إنه تعطيك التركيز وتعطي إنه للاعب إنه التركيز، وأجواء مثالية كانت. أكيد إنه أنا أكون متواجد أول مرة مع المدرب شخصياً، إنه أشكر المدرب وأشكر الكادر التدريبي وأشكر إخوان اللاعبين اللي ساعدوني بالملعب بعد الإصابة اللي يعني طولت وياي. شيء زين إنه يعني جينا إسبانيا غير أجواء شوي. لعبنا مباراة بمستوى عالي والكادر التدريبي قري جهزنا كأس آسيا، إن شاء الله نقدر نقدم شيء زين. فترة طويلة إنه أكون أول مرة متواجد مع المنتخب الوطني، أكيد هذا يعطيني دافع معنوي كبير. أنا قاعد فترة طويلة إنه ما متواجد مع المنتخب الوطني، بس إنه هاي الفترة بعد ما رجعت من الإصابة جيت مع المنتخب الوطني، أكيد تعطيني الدافع المعنوي الكبير وتعطيني الثقة إنه أنا أكون متواجد مع المنتخب. والحمد لله إنه أنا جاهز هسه، إنه بعد ما دخلت مع الفريق ودخلت بالوحدات التدريبية بقت بس المباريات التجريبية إنه أكون أخوضها بأقرب وقت إن شاء الله. يعني صراحة إنه أنا أشوف إنه أكو موجود الحماس بالفريق عند إخوان اللاعبين، الروح القتالية اللي موجودة عند اللاعبين، الإصرار، العزيمة، كل لاعب إنه متواجد مع المنتخب الوطني يعطينا دافع إنه ندخل بطولة آسيا كمنافسين يعني على البطولة، وإن شاء الله الحلم الكأس العالم إن شاء الله. وأكثر من مركز إنه أنت تشوف أكثر من لاعب، فهذا ينطي الدافع للاعب إنه يكون عنصر مهم بالفريق، لذلك إنه تكون المنافسة موجودة. وتعرف يعني أكثر من لاعب إنه اللاعبين شباب، اللاعبين المحترفين، اللاعبين الخبرة، إنه كلهم متواجدين مع المنتخب الوطني يعطيك الدافع المعنوي إنه أنت راح تدخل بطولة آسيا كمنافس قوي، وإن شاء الله الصعود لكأس العالم. وهاي كل يعني تجهيزات لكأس آسيا والفندق والأكل والملاعب، هاي كل شيء يعني منظم وشيء زين للمنتخب. استفدنا من يعني هواي من المباراة، و لعبنا بمستوى عالي من الجانب الدفاعي، من ونشفنا ان مستوانا بالجانب الهجومي يعني كنا ناخذ خطوات. يعني كل مرة أشوف المنتخب وألعب ويا المنتخب قاعد أحس إن جانب الهجومي قاعد ناخذ خطوات لأمام.